نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد مسموح باستخدام بيانات عند التشغيل. توفير موفر البيانات، نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الاتصالات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على استخدام البيانات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على موفر البيانات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا المسموح باستخدام بيانات عند تشغيل موفر البيانات. وهكذا نكون قد قمنا بإيجاد مسموح باستخدام بيانات عند تشغيل موفر بيانات. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.